السلام عليكم، شلونكم صديقاتي وأصدقائي المتابعين لقناتي واللي انضموا لمتابعتي؟ أرحب بكم، إن شاء الله تكونون بألف خير. فيديو اليوم هو فيديو الجزء الثاني لمشترياتي الأخيرة، اللي كانت هي عبارة عن مشتريات لنهاية الصيف. ما كانت كثيرة، بها قسم نهاية الصيف وقسم بداية الشتاء، إن شاء الله تعجبكم. أولى هاي المشتريات اللي هي اشتريناها، هذه كانت الكفوف اللي احنا نسميها الجفوف. الجفوف هذه طبعا يعني شتوية، لأنه يعني هنا بالشتاء لازم جفوف لأنه باردة جدا. هذه بها فرو منها، وهنا بيها القديفة، لكن من جو الـ يكون عادي منها، يعني مثل الستن. هذه تدفي جدا، كان سعرها ب5 ليرات. هذه ب5 ليرات. أنا بصراحة ما أحب الكفوف اللي تكون كبيرة أو تكون صوف، ما أحبها، أحب تكون هيك. فهذه عجبتني فاشتريناها. الشيء الآخر اللي اشتريناه اللي هو كان هذا، كان هذا البلوز، اللي هو كان بلوز عادي، كان من محل اللي هو كان بهذا الشكل، هذا بترتيبه، ويكون بهذا الشكل، هو عريض. هذا بصراحة لوالدتي يعني تلبسه، أو فلذلك تشوفه بهذا الشكل. تحب والدتي الله يعطيها الصحة والعافية، تحب هذا الشكل، إنه يكون يعني مو على الرقبة. أوكي، هو صوف ناعم، صوف خفيف. أوكي، هذا كان ب15 ليرة. الشيء الآخر اللي هو كان صيفي، كان تي شيرت، اللي هو بصراحة أختي اشترت لي، الله يعطيها الصحة والعافية حبيبتي، اللي كانت بزيارة عندنا. هذا التي شيرت اللي هو بهذا الشكل، وعجبتني هاي التفاصيل اللي بيه. أوكي، هو يعني شوفوا الـ من ورا يكون أطول من الأمام، يعني الورا يكون أطول، يعني هذا هو ترتيبه. أوكي، هذا كان ب 18 ليرة، كان ب 18 ليرة. أوكي، الشيء الأخير اللي اشتريناه اللي هو كان هدية من أختي الثانية، الله يحفظها، الله يعطيها الصحة والعافية، اللي هو كان هذه البيجامة. خليني أفتحها لأنه أني بإيد واحدة بدي أصور. أوكي، اللي هي هذه البيجامة، اللي هي أيضا كانت هدية. هاي بصراحة ما كنت أعرف إيش قد سعرها، لأنه جايبتها هدية وياها. اللي هي هذا التيشيرت، عفوا البيجامة، هذه نفسها اللي بالصورة بهذا الشكل. أوكي، أوكي، خليني أفتحها حتى تشوفون التيشيرت اللي هو. أنا إن شاء الله بنهاية الفيديو راح أستعرضها لكم حتى تشوفوها بهذا الشكل، واللي هو يعني هذا وهنا هذا، ونفس البنطلون. أوكي، اللي هو كان هذا التيشيرت اللي هو للبيت، يعني عادي، اللي هو الأكمام مالته أو الردن تكون كات، يعني تقريبا ربع ردن أو شيء، والنهاية اللي هو تكون عادية، يعني ما بها أي شيء. أنا عجبتني today do something for you، يعني إنه أعمل اليوم، أعمل الشيء اللي تريده، اللي هو كان من ماركة ألسي، وهذا كان عليه تنزيلات، كان ب11 ليرة، صار ب10 ليرات بهذا الشكل. ولما تشوفون يعني هذا أحمر، يعني معناها تنزيلات كبيرة عليه. أوكي، هذه ماركة ألسي، هذا التيشيرت هو مثل ما قلت لكم للبيت، ويا وهذا البيجامة اللي هي أيضا للبيت، اللي هي يعني 3/4، يعني بهذا الشكل نهايتها، اللي توصل يعني لحد الركبة تقريبا، مع التيشيرت. هذه كانت ب7 ليرات، 7 ليرات تركية. أوكي،
هذا كان المشتريات. قلت لكم المشتريات مو كثيرة لأنه في نهاية موسم وبداية موسم ما كانت المشتريات كثيرة. إن شاء الله أنا الهدف منها مثل ما دائما أقول لكم بالفيديوهات، إنه الهدف منها إنه نعرفكم بالمنتجات أو الموجود بالسوق التركية حتى تعرفوه، وتعرفون الأسعار حتى من تجون بزيارة أو تجون، يعني تعرفون إنه الهدايا من تاخذون هدايا وين البضاعة الزينة واللي تكون أسعارها مناسبة. أوكي حبايبي، إن شاء الله أشوفكم على خير وعافية، وإذا عجبكم الفيديو سووا له لايك، وإذا عجبتكم الفيديوهات ككل سووا لها سبسكرايب للقناة حتى نتواصل دائما. إن شاء الله أشوفكم على خير وعافية، وسي يو، باي باي.